كابتن حماده، يعني زي ما كنا بنتكلم في البدايه ان في ضربتين جزاء للبنك الاهلي مشكوك في صحتهم، في الاخر خالص ضربه جزاء لنادي الزمالك كابتن احمد قال المفروض ما رجعش للفار. التحكيم والبدايه السنه دي مع موسم هيبقى صعب جدا، انت شايفه ازاي؟ والله شايف التحكيم يعني لسه في يعني في اول موسم في تحسن، يعني السنين اللي فاتت قبل كده في تحسن شويه. اتمنى العداله تبقى لكل الفرق، اتمنى ما يبقاش فيه مجامله لاي فريق، ما بيبقاش فيه ظلم على اي فريق. عايزين نستمتع بكره قدم، يفوز الزمالك ان شاء الله بالدوري، يفوز الاهلي، يفوز بيراميدز، اهم حاجه تبقى العداله موجوده، دي اللي احنا عايزينها. اما هتبقى كويس يا صبري هتكسب، حتى لو مش كويس فنيا 100% او 90% زي النهارده مثلا، زي الروح، زي العزيمه، زي الاصرار، بتعوض لك حاجات كتير، هتعوض لك حاجات كتير. لكن دايما هتبقى كويس وهتشتغل على نفسك يا صبري. عندنا فرقه كويسه، بس عندنا اتمنى يعني مجلس الاداره المحترم طبعا على شهر يناير، عشان انا راجل زملكاوي وعايز فرقتي احسن فرقه وعايز ناخد بطولات في مراكز محتاجينها، مش عايزين اي مكسب بنكسبه نقول لا اللي احنا مش محتاجين مراكز، لا عندنا لازم مهاجم يبقى جنب الجزيري وناصر منسي، لازم لعيب رقم سته، لازم وينج شمال كويس، لازم مدافع، لازم على الاقل باك رايت، عندك خمس مراكز عشان تقدر تنافس الدوري. السنه دي مش طويل قوي، انت عارف بالنظام الجديد هتلعب الدور الاولاني وتسع فرق وكده، لكن عشان تقدر لازم يبقى عندك منافسه من احنا نلعب 10 مباريات يا كابتن حماده لحد يناير، يعني لحد ما تقدر تدعم هتلعب 10 مباريات، سبعه في الدوري وثلاثه في الكونفدراليه. فساعات انت ممكن ما تكونش يعني كويس فنيا قوي، بس في حاجات ثانيه بتعوضك، لعيبه مهاريه زي ما اتكلمنا على ناصر ماهر ان شاء الله تبقى اصابته، زي عبد الله السعيد القائد بتاع الفريق وحاجه مستوى عالي وتواضع وحد حاجه جميله قوي في كره القدم. عايزين نوعيه اللعيبه دي، ناقصنا بقى مهاجم يترجم الفرص دي، لعيب ستة جنب دونجا وجنب محمد شحاتة يبقى إضافة، لازم يبقى عندك على الأقل حوالي 20 لعيب عشان تقدر تنافس على الدوري. ونادي الزمالك بطل لازم يخش من البداية النهاردة داخل ثلاث نقاط مهمين عشان المنافسة على فرقة كويسة على الدوري، مع فرقة لازم أشيد بطارق مصطفى وأمير عبد العزيز وسامي الشيشيني واللعيبة بتاعت البنك الأهلي، فرقة محترمة، فرقة كويسة. لكن أنت برضك نادي الزمالك جمهورك عظيم، عندك دوافع، عندك مدير فني على أعلى مستوى دلوقتي مستر جوميز، أنا بقيم كل مدير فني بكل ماتش النهارده لم يخطئ في أي شيء، مستر جوميز النهارده الأخطاء كانت بعض الأخطاء الدفاعية اللي هي تسببت في الهدفين.